أهلا وسهلا بالجميع، جمعة مباركة. اليوم الجمعة 23 فيفري، موعد جديد من اللي فاهم من توا حتى الماضي ثلاثة، إن شاء الله يا ربي تكونوا بخير. الناس الكل معاكم نرمين المالكي في تعويض لحذامي بوشيبة، وترافقني في الإخراج التقني أحلام زوميتا كما العادة. 3 ساعات نرجع فيهم على أهم المواضيع اللي تهمكم أنتوما النساء الجميلات اللي تسمعوا فينا سوغ لي زون دو كاب اف ام 91 5 5 و 92 105 6. وكما العادة البداية باش تكون بالأسعار في كابتي المرشي. كابتي المرشي، في كابتي المرشي كالعادة سعيدة جدا نضيفي لطفي ريحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، نقولوا أهلا وسهلا. صباح الورد، صباح الفل، تحية ليك، تحية لمشاهديكم السمعيين والفريق العام، ومعك شان نهاركم جميل. نهارك طيب يا سيدي. الأسعار اليوم الجمعة، فما برشا أسواق اليوم، فما جينيرالمون الأسواق يكونوا بالخميس بالجمعة والأسعار تبدأ طايحة شوية على أول الجمعة. صحيح، ديما الأسعار في آخر الأسبوع خاصة الجمعة والسبت عباد تقضي تلقى الأسعار اللي تكون أقل شوية. نبدأ بالخضروات، البصل الجاف دينار و500، المعدنوس 600، الفلفل الحلو دينار و500، الفلفل الحار سامحني الفلفل الحلو 3500، الفلفل الحار 3400، البطاطا 16%، الطماطم 18%، الكرومبا 12%، الجلبان 4000، السنار دينار و200، اللف دينار و200، السلق 500. هذا بالنسبه للخضروات. بالنسبه للغلاف، القارص دينار و800، التفاح ب 4000، الطمسون ب 2000، ديك الفروع 9000. بالنسبه للدواجن نلقاو سكالوب 16 دينار. زيد سكالوب سي لطفي، نعم سكالوب 16 اللي كان اقل، اي كان اقل صحيح. سكالوب 16000، الحار تعظم دينار و400، جاي جاهز الطبق 8500. بالنسبه للحوم نلقاو اللحوم حافظه في الصداره على الاسعار نتاعها، 40 دينار بالنسبه للعلوش و38 دينار بالنسبه للبقري، وتلقاها 39 و40. هذا اهم الاسعار اللي نلقاوها سجينا في المعدل بقطار 6500 تقريبا. دونك هذه هي الاسعار. بون زادت شويه الحق معناها على الجمعه اللي فاتت وعلى اول الجمعه في بعض المواد. سي لطفي مشكور جدا على كافه المعطيات اللي وديتنا بها، ونهارك طيب يا سيدي، عيشك. صحيح. لطفي الريحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، أنتم اللي تسمعوا فينا في مختلف الولايات، الأسعار إذا كنتوا تسمعوا فيها متأكدة أنا أنه باش تكون في المرشيات وفي الأسواق فما حاجة زايدة، فما حاجة ناقصة. مثال شو كتبونا لي كومنتير نتاعكم، قولوا لنا قداش الأسعار في في في, في البلايص اللي أنتم موجودين فيها، في المرشيات، في الأسواق، حتى في الحوانت، حتى في الخضارة، حتى في الجزارة، البخي اللي أنتم اليوم قضيتوا بهم حطوا لنا، خلينا نفهموا وخلينا نشوفوا الأسعار اليوم كيفاش كانت بين مختلف الولايات. نصف نهار و4 دقائق كابتن مرشد، تلقاوها موجودة كاملة على الباج نتاعنا فيسبوك راديو كابتن.